السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم عبد الرحمن. بهالفيديو حبينا نفتح معكم الطرد الجديد اللي هو الجراب او الكفر الجديد للايفون اكس، لانه فعلا هيحملك الجهاز يعني بشكل كامل مثل ما هلا هنورجيكم اياه. نجي نبلش معكم نفتح الكفر او نفتح الكيس كالعادة. جبنا هالكفرين هدول، هي الفاتورة بنحطها لهون عبر سوق. انا حاطلكن الروابط اذا عجبكن احد يعني احد الكفرين فيكن تشتروهن من الروابط تحت. هذا هو اول واحد، هذا هو من شركة سبيجن، تقريبا هي افضل شركة يعني بتحمي الجهاز مثل ما هنورجيكن اياه. هلا نفتح معكن العلبة من هون احسن، انتم شايفين بتفتحها وبتطالع عندك الكفر. مثل ما شايفين هذا هو الكفر، شايفين كيف؟ خاصة في هون مثل فايبر، يعني حاطين لك اياها مثل فايبر لحتى يحمو لك الكاميرا، أو إذا أنت مسكت الجهاز فيك يعني هون بيطلع لك مثل ما شايفين بيطلع لك هيك شغلات مثل الفايبر، بيصير لما بتمسك الجهاز وجودته كثير ومرن مثل ما شايفين بينطاج معك بشكل كامل. فعلا هذا من افضل الكفرات اللي ممكن تشتريهم، تقريبا سعره بحدود ال 40 دولار ولا هيك شيء. هنحط لكم مثل ما قلت لكم الرابط تحت اذا بدكم تشتروه. وانا اشتريت واحد ثاني، واحد يعني لون اسود بس، حبيت انه للايفون اكس اذا كان الابيض بيناسبه كثير. مثل ما شايفين من جوا، شايفين كيف شكله من جوا؟ من برا نفس الشيء. شايفين الاثنين جودتهم الاثنين ممتازة جدا، بنصحكم كثير، خاصة هذا اللي بده يحمي جهازه بالكامل، بنصحكم كثير بشركة سبيجن، كانت من أفضل الشركات اللي لهلا بتحمي الجهاز ونزلت كثير كفرات بشكل معينين، بس هذا اللي تقريبا لقيته أنا متوفر على النت ويعني فعلا اشتريته فعلا مثل ما شايفين. هنجي نجربه بينه وبين الآيفون 7 العادي، هذا ال 7 العادي، شايفين كيف؟ الفرق تقريبا بينه وبين ال 7 العادي قليل كثير مثل ما شايفين هون، بس شوي يعني بيطلع معك وبينزل. مثل ما شايفين في شوي راحة، يعني تقريبا الايفون اكس بنفس حجم الايفون 7 بس اكبر بشوي. شايفين هون هالشوي هدول هون بس اكبر منه بشوي، عم يطلع وينزل. وعندك الكفر الثاني كيف بيطلع فيه، هذا هو الكفر الثاني نفس الشيء تقريبا هدول الاثنين. فبس هذا بنصحكم كثير اللي بده يحمي جهازه بشكل كامل، هذا هو الكفر المناسب اللي بينصحك فيه انا تقريبا اذا بدك تحمي جهازك بشكل كامل، وان شاء الله ما حتى لو وقع معك مضاد للصدمات ما بينكسر شيء منك للجهاز. فهذا هو كان الفيديو، حبيت شاركه معكم كيف بنفتح اول كفرين بنشتريهم للايفون اكس. بتمنى يكون عجبك، ولا تنسى اذا عجبك هذا حط لكم الروابط تحت اذا بدكم تشتريهم، تشتريهم من احد مواقع سوق او احد المواقع اللي حط لكم اياها المتاجر الالكترونيه. بتمنى يكون عجبك الفيديو، لا تنسى اذا عجبك تعمل اشتراك للقناه ليوصلوك كل شيء فيديوهات بسرعه عن القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.